السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. فيديو اليوم هذا تلبية لطلب العديد من الأخوات. كنت عملت الفيديو الأخير تاع روتيني اللي كانوا شافوا المطبخ وشافوا هذاك لو روبو ملتي فونكسيون اللي تصورته لكم في لاكويزين، وطلبوا مني فيديو على هذا الروبو وراني عملته لكم، راني لبيت لكم الطلب تاعكم وراني عملت لكم هذا الفيديو. إن شاء الله نكون عرفتكم أكثر على هذا لو روبو، وإن شاء الله اللي ما عندهاش ربي يرزقها وتشري ولا تشري ما خير منه. نمشيو نشوفوا الفيديو ونتابعوه، وفرجة ممتعة. وهذا هو كما عودتكم دائما، اليوم جيت باش نجاوب على الاسئله تاع بعض الاخوات. نهار اللي كنت عملت روتيني شافوا هذا لو روبو ملتي فونكسيون وجاتني اسئله عديده عليه. هذيك هي نجاوبكم بالفيديو. هذا بزاف اللي يحسبوه ثيرموميكس، هذا ماشي ثيرموميكس. هادو لي روبو ملتي فونكسيون انا نعرف بعض الماركات، كاين ثيرموميكس وكاين اي كوكين وكاين كوك اكسبير وي جو كوا هكذا، وكاين كوكينغ شيف تاع كانوود. هادو هما اللي نعرفهم انا نسمع بهم، مي هذا ماشي ثيرموميكس. هذا يعمل موان شير على الثيرموميكس، ثيرموميكس غالي يعمل والى 1200 ولا. المهم هذا هو لو روبو ملتي فونكسيون، انا هذا ما شريتوش، هذا جاني هديه، جاني ان كادو عملته لي لا كوزين تاعي فهاد الصيف، جابته لي كي عرفتني بيسكو لا كويزين وعندي لا شان وهذا، حبت تعمل لي حاجه نستنفع بها، جابت لي هذا لو روبو ميتي فونكسيون مسيو كويزين كونيكت. هذا مسيو كويزين كونيكت خرج هاد الصيف جو كخوا، انا ما شريتوش ونتمنى كل وحده يكون عندها، انا تمنيتو ربي جابه لي، حتى انا ما عنديش باش نشريه. هذا لو روبو مليح بزاف، وصراحه انا اللي راه مستنفعه منه بنتي هي اللي عملت به شحال من غوسات. انا جوسكا بريزون راني عاده ما خدمتش به، مين نوريه لكم. راني عملت له هذا البابي كويسون وبلاستيك غير باش ما نبانش في ليكرون. دونك الحاجه الاولى اللي فيه مريحه هذا، ما يرفدش البلاص بزاف، ما يعملكش الموعن بزاف كي تحبوا تخدموا غوسات، ولا يخدم كل شيء، يخدم لي صوص، يخدم لي سوب، يخدم يطيب على فابور، يعجن، يطحن، فيه الميزان، فيه كل شيء. الوحده اللي تنجم تكسبو حاجه مليحه، ما يرفدش البلاص وما يعملكش الموعن بزاف، ويعطي الحاجه مليحه لي غوزيتا، سورتو لي غوسات اللي فيه ملاح بزاف، كيعمل لي كلاص، يعمل لي ياغورت، يعمل لي سالاد، يعمل كل شيء. نشوفو الحاجه الاولى اللي فيه اللي عجبتني فيه، في هاد الرجلين تاعو ماجين لي مونتوز. شوفو نحطو ونعاود نوري لكم، باسكو انا كان صرالي بروبليم في البيتران طاح لي. شوفو الرجلين تاعو كيعاملين، هادي الحاجه الاولى اللي عجبتني فيه. شوف فيه كذلك هاد الاخر، هاد لابريز تدخل ما تتمتفكش بلاصه. انا مشي هنا عملت له بلاصتو فين شفتوه نهار الاول مصوراته لكم، تما عملت له بلاصتو. شو هكذا يخرج وتعاود تدخلوه فاسيلمون. هادي الحاجه الزوجه، فيه تانيك البوطون هنا تاع اون اوف، غير هكذا ساهل باش يقدي. وهادي هي نعاود نهضروا على الصوالح اللي معاه، في هذا لو بول اونينوكس هذا يرفد 3 لتر. وشوفوا هنا هذا لو كوتو اللي فيه كاتلام، شو ساهل باش يتنحى، يركب ويزول، تركبوه كي هذا تحبوا تعاود تنحيوه باش تغسلوه. نوريه لكم عاود من الداخل، ها شوف هذا باش تنحيوه، غير هذيك تضربوها من تحت باش تنحيوه كي يكون مسخ باش تغسلوه، وتعاود ماجي ثقيل هذا لو بول او لي ريسيبيون ماجي ثقيل، وونينوكس ما يصديش، وسهل باش تخرجوا هذاك لو كوتو كاتلام وتعاود تركبوه، وحتى هو فاسيلمون باش يركب. شوفوا فيه 3 لتر كيما قلت لكم، ونعاود لكم انا نمد لكم المعلومات اللي نعرفها، تعملوا دي سوب ولا شو هكذا يركب. وهذا فيه الكوفير تاعو ثاني يركب فاسيلمون، وفي هذاك لو فير دوزور هذاك يرفد 100 ملل. هذا لو فير دوزور تاعو يرفد 100 ملل، وشحال مخطف في لاغوسيت يقول لكم حطوه ولا زيروه ولا دي فوا ترفدوا به. شوف كيما راكو تشوفوا فيه الفيلم، فيه من 20 ملل حتى 100 ملل. حاجه وحده اخرى اللي فيه قبل ما نقديه لكم، راني نوري لكم الصوالح اللي فيه. في هذا الباني، هذا الباني اللي طيبوه يدخل فيه، نوري لكم نحل لو بول نوري لكم كي يدخل فيه. بايزون تعملوا هذا روز ولا لي بات ولا، هذا مليح للنساء العاملات، حتى دفو حتى حنا ونكونوا عيانين ما نكونوش قادرين نغسلوا الموعن، ولا هذا غير هذا نغسلوه وصاي. شو هكذا كيطيب لكم ديك لي بات ولا روز ولا خضره، وتعاود هكذا تجبدوه. وكاين هذا الفوي هذا ثاني كلين، عفوا قبل هذا الفوي هذا ما في العجين نحتاجه، هذا معاه يركب هنا. شو هكذا يركب.
ومع هاد لاماغيز وصفة نتي هكذا باش تركليو بيها مي تكون عندكم الوصفة ولا. ومع هذا اللي تجي فيه نطيبو فيها لافابور في هاد البلاطو، كي تكون بايزون حابين تعملو خضرة بالحوت ولا سمك ولا هنا تحطوه في هاد البلاطو الصغير، هذا تحطوه هنا وتحطوا الخضره. الخضره يرفد كميه كبيره، هذا داك نهار السلسبيل عملت فيه الخضره جات شابه بزاف، هكذا يركب حتى هو يركب فاسيلمون. كي تعملوا لو هذا تاع لافابور ما تعملوش لو كوفيرك، انا نمشيو نقديوه باش نوريكم ما اسم كاين فيه الداخل. وفيه مع هذا الكتاب فيه 164 ريسيت، حتى اللي ما يحبش كاين اللي ما يحبوش يرفدوا لي ريسيت مكتوبه ولا تصيبوهم هنا في ليكرون. ليكرون تاعو هنا شوفي فيه لي ريسيت فاري، ان شاء الله نعملو منو وصفات الا حبيتو طبعا. في هذا ليكرون، ليكرون هنا 7 بوص هذا، شو شحال كبير، راني بلاصيتو دروك نقديو، راني قديتو و يكونكتي مع الويفي نتاعكم. هاو هذا كدا، وهذا هو راني كديتو. شو انا غير نوري لكم بلي راني كي كديتو، هو في هاد لي غوسات لي راني نهضر لكم عليهم، كي تكون كاينه غوسات جديده شوفوا يزيفطونا. جي روسي دي نوفيل غوسات، نوفوتي كاين نوفوتي توجور تاع لي غوسات. شوفوا هادي فيه هنا تاع الوقت، هادي لا مينوتري، هادي تحبوا تدوروها هكذا بيديكم فيها 99 دقيقه، تحبوا تدوروها هنا من البوطون. وهاد الزاوجه تاع لالام، لالام الصلاح لا بويسونس تاعها السرعه تاعها، ثاني حتى هي تدوروها هكذا يا بصبعكم يا تدوروها من البوطون. ها فيها 10 توصل حتى ل 10، وهنا لا تمبيراتور الثالثه، لا تمبيراتور 130 دوغري، دوروا هكذا بصبعكم ودوروا سينو دوروا بالبوطون. هنا هذه الميزان لا بالونس، ها هي لا بالونس، راني نوري لكم انا الصوالح اللي نعرفهم. هنا نمشيو لي غوسيت، لي غوسيت هما دول اللي فيه، شوفوا ندور لكم باش تشوفوا لي غوسيت اللي فيه، دوروا هكذا ولا دوروا من البوطون الثاني حتى لي غوسيت. شوفوا هنا غير نوضح لكم نزومي شويه، شوفوا هنا لي غوسات مكلاسينهم من الأ حتى للزد. لو كان حابين تمشيو لغوسات باغ اكزومبل بي يخرجوا لنا هما دو تاع البي، هي وتختاروا تختاروا غوسات بالبي اللي تكونوا حابينها. ولا كنتو زعما باغ اكزومبل ما عندكمش شي غوس، عندكم حاجه راكم في الدار باغ اكزومبل بحليب وتكتبوا له الحليب اللي هي ماشي الحليب اللي يخرج لكم لي غوسات كاع اللي كانوا كاينين بالحليب، تختاروا غوسات منهم. مين تكونوا حابين تعملوا غوسات ماشي من اللي راه في ميسيو كويزين كونيكت، هنا تكليكيو يخرج لكم هاد لي مود مالاكسي كويسون لا فابور و سيزير، تختاروا حاجه باش تعملوا لا غوسات نتاعكم. دونك نتوما تبداو تمشيوها ماشي كيما اللي تكون لا غوسات تختاروها. شنو نوري لكم باغ اكزومبل هنايا غوسات نختاروها، هي هنا نوري لكم كيفاش تخدموا به. باغ اكزومبل تختاروا اون غوسات، باغ اكزومبل اختارينا بيتزا ترك، نمشيو لهنا نكليكيو عليها، هنا نختار هنا لي زانغغيديون، لهنا طريقة التحضير، هنا لي زانغغيديون في هادي لي زروديه يمدو لك لي زانغغيديون بوغ لا بات، يمدو لنا لي زانغغيديون شو نطلع لكم باش تشوفوا، بوغ لا صوص بوغ لا غارنيتور يمدو لك. هي نعاود نوجدو كامل صوالحنا باش نبداو نرميو له خطره وحده، ونعاود نكليكيو هنا باش يوريونا كيش نخدمو، ويمدوا لك حتى القيمه الغذائيه تاع الحاجه اللي طيبوها، يمدوا لكم القيمه الغذائيه تاعها شحال فيها لي غليسيد شحال فيها لي بروتيين شحال فيها لي ليبيد، شو يمدوا لكم باغ اكزومبل يكونوا يتبعوا حميه ولا بيحت لهم باش يعرفوا عمرهم شحال كلاو من الكالوري. هذه بالنسبه لكل هنا باش تبداو الوصفه، عفوا هنا يبداو يمدوا لكم باغ اكزومبل يقول لك فيرسي 200 غرام دو تياد دون لو بول ميكسور، تحطوا هنا 200 غرام تاع لو تياد، تحطوا غير تحطوا غير الماء هو يدفيه لكم، بصح حنا كي راه يقول لكم تياد حطوه تياد.
هذه هي، وتبداو تخدموا. نوري لكم بسرعه الوصفه، تعملها لكم سلسابيل بسرعه، هكذا نفوتها لكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هذه هي بالنسبه للفيديو اللي كنتو طلبتوه على مسيو كويزين. نتمنى ان شاء الله تكون مدت لكم كامل المعلومات اللي نعرفها، واللي ربي كتب لها وشراتو بصحتها، واللي ما عندهاش ربي ان شاء الله يرزقها. هذا ما نتمنوا، ونتمناه لكل وحده، لانه فريمون مليح بزاف ويعاون، سورتو من تكون المراه مريضه ولا عيانه ولا ما تكونش قادره تغسل المواعن ولا طيب ولا، يعاونها بزاف. لكن نبداو نطلبوا ربي يخلينا يديداتنا، ما كاش كيما يدينا وما كاش كيما اللي نوقفوا مع كوزينتنا ونطيبوا بيدينا. هذه هي بالنسبه للفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عبيتوا افاده وتكونوا تعرفتوا اوموا باش كي يهضروا لكم عليه تكونوا عارفينه. في الأخير نشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.